الفترة فاتت في قناة الحمد لله الحمد لله، ولم أتحدث في أي شيء ولن أتحدث في أي شيء. ما هو برضه في بعض الناس بتسأل يقول لك أنت ليه مشيت من قناة الأهلي مثلا؟ مشيت من قناة ال أنا بحاول بقدر المستطاع. لا بالعكس الناس بالعكس يعني بالعكس بالعكس مشيت من قناة النادي الأهلي، كان في أحد العناوين اللي كتبت في جريدة الوطن اللي الناس شافتها أنها فيها تجاوز فيها، والناس لصقت العنوان. مهم قوي توضح الحتة دي يا أستاذ. الناس لصقت العنوان فيا على أن أنا اللي كاتب العنوان ده، وأنا عادي طلعت في أكتر من قناة وقلت يا جماعة أنا ما كتبتش العنوان ده، خلاص في ناس خدته من وجهة نظرها اللي هي كتبته اللي أنا كتبته بتاع، لكن أنا قلت خلاص يا جماعة ما كتبتش العنوان ده. مش أنت اللي كاتبه؟ لا لا مش أنا اللي كاتبه، ده حاجة ولو قلتها في برامج تانية كتير وخلاص، لكن الناس قاعدة تقول. وأنا بصراحة في الوقت ده تلقيت اتصال من الأستاذ خالد توحيد، قال لي أنا كنت جاي في الطريق طالع على الهوا، فالأستاذ خالد توحيد كنت معاك أنا يوميها، قال لي هستأذنك يا إيهاب إحنا مش هنطلع في ميعادنا النهارده، فأنا شعرت إن في حركة، فقلت له خلاص يا أستاذ خالد لو مفيش حاجة يبقى أنا بلاش بقى خلاص، عشان لو الناس حاسة إن في حاجة. في التوقيت ده طبعًا كان الكابتن في ألمانيا وكانت في بعض الأمور، ما فضلتش إن أنا يعني آخد حيز أكبر من حجمي وأعمل مشكلة كبيرة وبتاع، قلت أتنحى جانبًا، والقناة بفضل ربنا فيها من الكفاءات اللي تقدر تبقى موجوده وكويسه والحمد لله، وبيبقى في ميعاد ووقت ليك انك تبقى موجود، زي مثلا النهارده يوم من الايام السعيده عندي ان انا ابقى موجود على الشاشه اللي انا بحبها وموجود كده. وسواء انت عارف في المكان اللي انت بتحبه تبقى موجود بقى طبعا طبعا ضيف، بتبقى موجود في اي مكان، بتبقى موجود مذيع بالمكان اللي انت بتحبه، بقى ليه عندك طعم تاني. والحمد لله الناس في النادي الاهلي والناس في الاداره عارفين الحمد لله الواحد بيحب أكيد. الناس ده اكيد ده شيء معروف. طيب عايز اتكلم بقى معاك شويه عن النادي والفريق بالتحديد، ومقبلين على بقى مباراتين مهمين قوي عندك الجونه والنجم الساحلي، الاستعدادات بتشوفها ازاي؟ معسكر دبي، المباراه الوديه الاخيره، رؤيتك يعني المشهد. معسكر دبي معسكر ناجح جدا، الاهلي كان عايز يخرج لعيبته من الضغط العصبي، الضغط العصبيه على اللعيبه، ويبدا كويس. يشوف فايلر يشوف عدد من اللعيبه بشكل كبير جدا، ابتدى فايلر يعمل ده، الناس قالت لك الاهلي ما لعبش ما عملش ده معسكر، لا معسكر بفضل ربنا كويس قوي. انت جيت هنا عندك جونه يوم الاثنين، عندك النجم يوم الجمعه، عندك طياره خاصه بالزبط. مجلس الاداره وفرها فعلا، الراجل قعد مع لعيبه اتكلم معاهم، بكره هيبقى ديانج ورمضان صبحي في القوام اللي مسافر للجونه، لكن لهم لم يشاركوا في المباراه وبفضل ربنا هيكونوا جاهزين تماما لمباراه النجم الساحلي. ديانج ورمضان صبحي مش هيلعبوا، هم مسافرين. مسافرين طبعا، بس مسافرين عشان كده انت رايح على النجم الساحلي من بره. الارجح من وجهه نظري حتى لو رمضان دخل القائمه او دخل ده الاقرب يعني مش هيكون فيهم حد مشارك، طبعا ديانج شارك في التدريبتين اللي فاتوا كده على خفيف، وان شاء الله تبقى عودته وعوده رمضان في مباراه النجم الاهم. من سوء حظ فايلر للاسف التوقف ده، كان ممكن يبني عليه فايلر افضل طبعا، لكن يعني مستوى النادي الاهلي كان في تدرج عالي جدا، وفجاه انت رجعت، معروف ان الفرقه اللي بتفنش وهي عاليه قوي بتبدا تحصل عندها مشاكل، ابتدت تحصل اصابات. الاصابات قدر الله ما شاء فعل، دي حاجه ما بنتكلمش فيها أكيد. لكن قدر الله ما شاء فعل اكيد هتاثر. لكن انا عاجبني اداء فايلر والفكر اللي بيتعامل بيه مع اللعيبه، وبتقيم الراجل ازاي يا استاذ ايهاب؟ يعني بص فايلر من التجربه بتاعته، تيجي تتكلم على فايلر اي مدير فني بيبقى في حاجه عنده، في توفيق وفي عدم توفيق. حلو، هذا رجل موفق موفق، لكن التوفيق بيذهب بيروح للناس اللي تستحقه. لما تيجي تدرس شخصيه فايلر وان هو جيت عمل ازاي مع اللعيبه، وقعد مع الكابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سامي قمصان، واخد منهم شغل 3 4 سنين ورا، واللعيب ده وضعه ايه، ده اصاباته ايه، ده مشاكله ايه، ده عقوباته ايه، ده كذا ده كذا ده كذا ده كذا، ولما تلاقي الراجل ده عامل دراسات محترمه جدا وجايب جهاز على اعلى مستوى، ولما تلاقي الراجل ده اللي محدش يعرفه ان فايلر عامل ماجستير في الاعلام. فعلا يعني فايلر ده عامل ماجستير في الاعلام ومن احدى جامعات الولايات المتحده الامريكيه. يعني الراجل ده كده مش راجل عشوائي. صح. فعشان بيتعامل في منظومه الراجل ده دارسها بشكل كبير جدا. الراجل ده رغم الظروف اللي عنده قدر في وقت بسيط جدا 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 انه ينجح بشكل كبير جدا ويثبت نفسه ويتكلم على منطقه ويظهر بالاداء ويعرف لعيبته بسرعه ويغير ويدي ده. هذا الرجل تغير على ايده اداء اكثر من لاعب انت بتتفرج عليه. صح. رمضان صبحي مختلف، اجاييه مختلف، حسين الشحات مختلف، ده على سبيل المثال وليس الحصر. فبالتالي الفتره الجايه اثق في هذا الرجل انه يكمل بفكر افضل من كده، الامور بتتغير عنده، عنده بعض المشاكل يستطيع التغلب عليها. مباراه النجم مباراه فارقه، ومباراه الجونه هي استعداد لمباراه النجم ان شاء الله باذن الله. رسالتك الاخيره اللي حابب تقولها قبل ما نختم؟
انا ما عنديش رسائل، ما عنديش رسائل خالص. انا في البدايه عايز اشكر دكتور محمد العدل طبعا. عايز اشكرك يا امير بشكل شخصي، عايز اشكر كل مذيعين قناه الاهلي اللي الفتره اللي فاتت كانوا متواصلين معايا وعايزين نكون موجود معاهم. انا بقول انا موجود تحت امر زمايلي المذيعين في اي وقت، اي حد يقول لي تعالى هاب هتلاقيني ضارب البدله وجاي على طول. شياكه دايما. وبشكرك يا امير، نورنا دايما. وبقول لك انت لسه عندك كتير، وانا مبسوط اللي انت كنت في طريقي وانا ماشي عشان اقول لك اللي انت هتبقى كويس. وعمر ربيع ياسين برضو كان كذلك، ومحمد سعيد، وكله الحمد لله. وان شاء الله ايامكم لسه جايه بشغل اكتر من كده، وتسالوا كل خير ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك يا استاذ ايهاب، نورتنا وشرفتنا، وكنت سعيد جدا من تواجدك معايا في الحقيقه. بشكرك شكرا جزيلا. كانت حلقه خاصه جدا من كلام في الميديا، خصوصا في ظل تواجد ضيف كبير جدا زي الاستاذ ايهاب الخطيب، الناقد الرياضي والاعلامي الكبير، واتكلمنا في العديد والعديد من الملفات على الساحه الرياضيه المصريه، وبالتحديد كمان فيما يتعلق بنادينا الحبيب النادي الاهلي. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، بكره حلقه جديده واخبار جديده تتعلق بالنادي الاهلي بالتحديد، واخبار متنوعه محليا وعالميا. استنونا في حلقه جديده من كلام في الميديا بكره باذن الله تعالى. الى اللقاء.